بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 16. الحمد لله وحده على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نتابع حديثنا في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، ونتناول في حلقتنا هذه رسالة جليلة من رسائله تسمى الواسطة بين الخلق والحق. ذلك أن هذه المسألة ساءت فيها أفهام كثير من الناس، مما أدى ببعضهم إلى الكفر والضلال. فقد سئل شيخ الإسلام عن رجلين تناظرا، فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين. إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه، وما أمر به وما نهى عنه، وما أعده لأوليائه من كرامته، وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها، وأمثال ذلك، إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم إليه زلفى، ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون، وهم عن ربهم محجوبون ضالون. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إلى أن قال: وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الواسطة فهو كافر بإجماع أهل الملل، يعني لأنه كافر بالرسل ومكذب لهم. قد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال: فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم بين رحمه الله الواسطة الأخرى التي من أثبتها كفر، فقال: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجونه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دونه أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويتجنبون المضار. ثم استثنى رحمه الله الشفاعة التي يأذن الله بها لمن رضي قوله وعمله، فقال: لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق،
لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق. ثم قال: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وذكر الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب، فهو كافر بإجماع المسلمين. قال: ومن سوى الأنبياء من مشائخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء يعني العلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء وسائط بهذا المعنى. وأما من جعلهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من تشبيه المخلوق بالخالق واتخاذ الأنداد له. هذا ما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة المهمة التي هي اتخاذ الوسائط، حيث بين رحمه الله أن وساطة الرسل بين الله وبين خلقه وساطة تبليغ عن الله، وواجبنا طاعتهم في ذلك. ووساطة العلماء بين الرسل والأمة هي وساطة تبليغ العلم الذي جاءت به الرسل، لأن العلماء ورثة الأنبياء. أما اتخاذ الأنبياء والعلماء وسائط عند الله في قضاء الحاجات وقبول الدعوات فهي وساطة باطلة، ومن أثبتها فهو كافر بالله عز وجل، لأن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في دعائه وعبادته، بل حكم بكفر من اعتقد ذلك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال كلام الشيخ في هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.